عشان الناس برضو اللي عماله تسالني حبس مرتضى اخباره ايه. هقول لك مصير الحبس يا سيدي. مرتضى عنده قضيتين، قضيه محجوزه للحكم عند معالي المستشار بدر السبكي اظن 17/7، وقضيه محجوزه للحكم غدا مش النهارده. قمت من النوم كان الناس قال عمر اهلا بك، كان الناس بتبقى مستنيه قضيه مرتضى. يا انكل ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ايه اللي مش عارف، ايه اللي كلام من ده. فاقول لهم يا اخوانا اللهم صل على سيدنا النبي. قلت لهم يا اخوانا الحكم لسه بكره. قالوا احنا قلنا في اول 7 بقى انت تستعجل الحكم. قلت لهم ليه وانا قاضي؟ القضيه بكره باذن الله تعالى امام معالي المستشار ادهم فهيم رئيس محكمه في المحكمه الاقتصاديه دائره الاستئناف. الحكم ده صادر بالحبس سنه لمرتضى. بكره 6/7 مش 5/7 يا اخوانا، 6/7 ولا 4/7 ولا 3/7 ولا 2/7، 6/7 بكره الاربعاء هيبقى فيه الحكم من معالي المستشار ادهم فهيم في قضيه مرتضى. الدايره الثانيه معالي المستشار بدر السبكي دي فيها 12 فيديو متاجله اليوم اظن 17/7 ان لم تخن الذاكره، يا 17 مش فاكر اظن 17 او 16/7 حاجه كده يعني. هبقى اسال الاستاذ محمد عثمان في المواعيد، لكن هنا دي احكام خلاص ده حكم. يجوز للقاضي اتخاذ ما يراه، اي قاضي ياخد في الحكم ده يفعل ما يعن له، لا رقيب عليه الا المولى تبارك وتعالى وضميره 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 ماشي. فالمساله ما تجيش تقول لي هيتحب، معليش علاقه، ما فهمش انا في القانون، هو ما بيدخلش نفسي في ده. واللي بيقولوا القضاه تعظيم سلام ليا وعليا، للناس وعليها، لصالح مرتضى او عليه، ما اقدرش اقول فيه حاجه. فالحكم لسه بكره في قضيه مرتضى في حبس الحكم اللي حصل عليه كابتن محمود الخطيب، مش النهارده، مش النهارده والله، لو النهارده كنت هقول لك، لكن انا متاكد انها بكره، بكره باذن الله تعالى، بكره باذن الله تعالى. لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اروح معاك لخبر انا قلته امبارح وكنت زعلان جدا من حسين الشحات، قلت كل شويه حسين الشحات يعني ده انا حاسس انه معمول له عمل، يجي قدام الجول يرقص ويهوش ويعمل والاخر يحطها بره. طب ليه يا ابني كده؟ ليه يا حبيب قلبي كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ف لا ما بدخنش، انت شايفني بدخن؟ لا اله الا الله. الناس تحس انها بتحللك نفسيا وشكليا وكل حاجه. يقول لك يا اخد بوق النسكافيه بس، ماسكه بايديا الاثنين عشان ما اقولش اليمين ولا الشمال. حسين الشحات نجم كبير ونجم له مكانته، وجمهور الاهلي بيعلق او بيقول لي القضيه الثانيه 21/7. ما هنسال ونتاكد يعني، لكن المؤكد ان القضيه بكره بتاعت مرتضى، وربنا يكرمك يا مرتضى يا رب، وينصر الكابتن الخطيب يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قاعد يتشتم سنتين، يتشتم سنتين على الهوا، والناس دلوقتي بيقولوا له اتصالح يا بيه. يتصالح ازاي؟ هو اتاسف له وقال له حقك عليا وقال له سامحني؟ على الاقل كنت قعدت يا مرتضى شهر شهرين تقول له كده، انت قعدت سنتين تشتمه، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ مش عاوز اتكلم في السيره دي والنبي بقى خلاص.